تذكرون لما رحت صالون كريستس اللي افتحوه بدبي؟ أنا مع حبيبتي بثينة الرئيسي. اللي مهتمين بالعناية بالشعر وايد راح يفيدهم هذا الشيء. لما رحت صالون كريستس سووا لي فحص حق فروة الرأس، حق نوع شعري، شافوا شنو المشاكل اللي قاعدة أواجهها بشعري. بعد ما سووا لي الفحص، هالمجموعة اللي لونها فوشي خاصة حق الشعر المصبوغ اللي فيه هايلايت، حق فروة الرأس الحساسة اللي تتحسس من الصبغ. من أول ما رحت لهم الافتتاح مال صالون كريستس قمت استخدم هالشامبو وهالماسك حق شعري. للأمانة شيء عجيب. أول شيء شنو يسوي؟ يحافظ على الصبغة مدة أطول ويشيل النفشة اللي بالشعر نتيجة الصبغ المتكرر. النفشة تروح. للأمانة الماسك خيالي. أول شيء تغسلون بالشامبو، بعدها تستخدمون الماسك في الكونديشنر هذا، تقدرون تستخدمونه بعدين تستخدمون الماسك هذا، كلهم تستخدمونهم أثناء الشاور. أول شيء هذا الشامبو، بعدين الكونديشنر، بعدين الماسك. تخلينه كم دقيقة على شعرك وتغسلين شعرك، راح تشوفين شعرك طري ناعم. حتى لما ينشف ما تحتاجين سشوار إذا أنتي قاعدة بالبيت. هذا سيرم تحطونه بعد ما تخلصون كل هالخطوات، نفس الشيء من نفس المجموعة يطري الشعر. للأمانة أنا ما استخدمته ولا مرة، يمكن في ناس شعرهم وايد جاف، هذا راح يفيدهم وايد.